تقول جارتنا هي ابنة عمي لا يفصلها عنا إلا الجداء، وحالتها المادية ضعيفة ولها أولاد وهي طيبة وكادحة، لكن أمي لا تحبها نتيجة لخلاف جرى بينهما، وأنا في بعض الأحيان أقوم بإعطائها بعضا من الطعام من دون معرفة أمي، ولو علمت أمي لغضبت كثيرا، فارشدوني هل هو حرام علي أن أعطيها أي شيء والحال ما ذكر، أم أن ذلك جائز جزاكم الله خيرا؟ هي من جيرانها؟ من جيرانها، وتقول إنها ابنة عمها أيضا. الواجب على المسلمين حسن الجوار، الله سبحانه وتعالى أمر بحسن الجوار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الجوار. جيران ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، جار له ثلاثة حقوق، فهو الجار القريب المسلم له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار. الجار له حق، وما ذكرته السائلة من حالة أمها مع الجارة مع جارتهم هذا غلط كبير ومعصية لله ولرسوله. فالأمور النفسية لا يجوز أن تطغى على أمور الدين وأمور العبادة والحقوق الشرعية، الواجب عليها أن تتصالح مع جارتها وأن تتسامح معها وأن يجول ما بينهما من الخلاف النفسي وسوء التفاهم، لأن الإصلاح والعفو عن المخطئ هذا من خصال الإيمان من صفات المؤمنين، وهذا لا يسقط حق الجوار. كون أمك بينها وبين جارتكم شيء من سوء التفاهم والأمور النفسية لا يسقط حق الجوار. الواجب إكرام الجار وبذل المعروف له وإعطاء الهدية له، وإذا كان محتاجا فإنه يساعد. وفي ما ذكرته السائلة من أنها تحسن إلى الجار إلى هذه الجارة القريبة النسب منها، هذا أمر واجب. ولو أغضب هذا أمه فإن طاعة الوالد إنما تكون بالمعروف، لا تكون طاعتها بالمعصية، فالإساءة إلى الجار أو نقص شيء من حقوقه هذا معصية، ولا تطاع الأم في ذلك، لأن الوالدين لا يطاعان في معصية الله، كذلك غير الوالدين لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فاستمري على الإحسان إلى الجار، وحاولي إزالة ما بين أمك وبين هذه المرأة المجاورة لكم القريبة منكم، حاولي إزالة هذا بالإصلاح بينهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.